Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un gâteau, je vais vous faire un cake. Donc voilà, on a les ingrédients, comme vous pouvez le voir. On a 3 œufs, voilà. On a de la farine. On a du jus, n'importe lequel. On a un yaourt nature. On a du zeste de citron. On a de la levure chimique. Et on a de l'extrait vanille. Voilà, donc on va commencer. On a un récipient aussi. Voilà. Donc on va commencer à mettre les œufs. Bien sûr, je les ai lavés. Voilà. On met bien comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi à me dire que vous en pensez de mon gâteau dans les commentaires. Voilà, ensuite on va mélanger avec un fouet. Et j'espère que ma vidéo vous plaira. Ensuite, on va mettre du zeste de citron, voilà. On va bien descendre. Ensuite, on mélange. Ensuite, on va mettre la boîte de yaourt nature. On met le pot complet. Donc voilà. Ensuite, on va mettre du jus d'orange, toujours avec la boîte de yaourt. Alors là, on va mettre la vanille, la vanille. On va mettre un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va mettre ça, on va mettre 2 sachets. On va mettre 2 sachets de la levure chimique, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, on va mettre de la farine à peu près 200. Voilà. À peu près 200 grammes de farine. Aussi, il faut bien mélanger, il ne faut pas avoir de grumeaux. Voilà.
Donc là, je vais étaler le moule avant de mettre le gâteau, voilà. Avec de l'huile. Voilà. Faut bien étaler. Donc j'ai oublié de mettre de l'huile et je ne mets pas de sucre car j'ai une personne âgée. Le gâteau est pour ma voisine et je vais le verser dans le moule. Voilà, faut faire tout doucement. Donc voilà mon gâteau est dans le moule. Donc la température du four est 180 et il faut bien laisser chauffer le four. Voilà, et je vais le mettre dans le four et je reviens. شكرا لكم حبيباتي، جيسبر كو راكو كاع لاباس. اليوم كيما شفتو بدات بنتي في عمرها غير 9 بدات واحد الكاك بوغ ما فوازين مريضة ديابيتيك، ما ندرلهاش السكر. وانا دوكا راح ندخل في واحد الديسير فاسيل اي ديفيسيل ان شاء الله بوغ لو رمضان، يدخل علينا ان شاء الله بالصحة والهنا. لي مريضة ربي يشافيه، الله يبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله يا رب، يفتح علينا ربي ان شاء الله مع رمضان ان شاء الله الخير والبركه ان شاء الله لكل مسلم. نبدا معكم في الديسير ما نطولش. هنا عندي نص ريتلا تاع الحليب، انا درتها في الكسرونه غير نص ريتلا تاع الحليب. هنا فيها السكر وفيها الكاطو. انا عندي انواع كاطوات، عندي انواع الكاطو، نتوما خيروا لي غاطو اللي تحبوا نتوما، اللي تحبوه نتوما، سواء كيكون هكذا بالشيكولا. انا بالعاني اليوم جبت لكم بزاف لي سور دو غاطو، وانتوما كيما تحبوا، كاين هذا كاين هذا كاين هذا بالشيكولا، حتى هذا بالشيكولا يجوز، ولكن هو من احسن في الجزائر البيمو، احلى من البيمو. بون نبداو على بركه الله. هنا درت نص ريتلا تاع الحليب، راهي بارده، وراح ندير معاها 60 غرام تاع السكر، والسكر يكون هذا المارو ماشي البيض. راح ندير لكم 60 تاع السكر، نكيل معكم السكر 60 غير 60 باش ما يجيش ما نديروش بزاف حلو، باسكو ما تنساوش بلي السكر الغاطو راه فيه الحلاوات، فيه شويه سكر، صافي نخمو شويه على صحتنا. فوالا هنا 60 غرام تاع السكر، هاوليك المارون تخلطي بارد في بارد، وبعد تحكمي ديري 300 غرام تاع لا مايزينا. انا نكيلها معكم تاع لا مايزينا، 300 غرام تاع لا مايزينا، هي تقريبا قولي 2 كويات تاع المايزينا. فوالا ديري هنايا تحكمي بارد في بارد، تخلطي و ميلونج لو سكر افيك لا مايزينا، تخلطيهم مليح هكذايا. وتحكمي، انا الكاطو خيرت هذا قلت لكم. شوفوا انا رحيتو كرازيتو، سي با لا بيك تستعملي الروبو ولا حكمي الحلال، ديري في الشكاره هكذا وحكمي الحلال وضربيه، شوفي كيش يجيكم ما شاء الله. تحكمي هنايا 3 كويات تاع هذا الكاطو، فوالا 3 كويات، زيدي ترميهم هنا 3 كويات برك، 2 و 3 كويات. فوالا après on va mélanger هنايا très bien. لازم هنا دابور نخلطو بيان باش نحطو في فوق النار.
انا اوريكم. فوالا نهبط نشاه هذيك اللي قعدت لي هنا. فوالا نخدمو بيا ونعاود ندير لكم هنايا. شوفوا باش نوريكم كيفاش يتقال. شوفوا كيفاش يتقال هنا، بدا يتقال بيان. هنا ما نزيدولوش ماشي حاجه، نزيدلو فوالا ونطفيه. فوالا وقعدو غير حردو، غير حركي 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 حتى يتقلك. شوفي ها، شوفي كيفاش يتقلك. دوك نحطوه في ليفيرين. هنا كيما راكي تشوفي انا وجدت معاكم ليفيرين هادوما باش تشوفوه ترونسبارون. بهذا هاد ليفيرين ديري هكذا فوالا. صدقيني بنين، وكي يجي بارد يجي هايل. فوالا نكتفي بهذا ونزيد واحد اخر. هنا نزكمهم ليفيرين تاعي، نزكمهم فوالا. هبطوا شويه ليفيرين ونعاود نولي لكم. هنا راح نشبعها معكم. انا درت لو كاطو وتحبيت تحطيه هكذا كيما انا هادو صغار درتهم. ديري لهم هكذا، ديري لهم هكذا حبالها زوج، دخليها الداخل هكذا. وهادي ديري لها هكذا، وهادي ديري لها هكذا. من بعد تحكمي هذاك لحيتو معكم وديريه من الفوق هكذا، زينيه من الفوق تزيينة خفيفة فوالا باش يجيك الديسير تاعك. صدقوني لو كان ديروه ما حاش تندمو عليه في لوغا مونون ان شاء الله على حب ربي. فوالا تحلية سهلة سهلة سهلة، ما تطلبش بزاف المقادير، سهلة. ومن بعد نعاود نغيبكم. هنا راح ندير معاكم بدنجان في الفوق. هاوليك بدنجان قشرتو شوفو ونقيتو بيان ونحيتلو من هنايا واحد طوال بدات نحيلو. ومن بعد تحكميه كيفاش يحب يقعد. تحكمي زوج مواس هكا ونقطعوه، نقطعوه معاكم باش تشوفوه. قطع هكدا من بعد تحبسو وين يكون الموس تحبسي، من بعد وين يكون الموس تحبسي هكدا 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 هكدا. ومن بعد تطلعي طلعي الباذنجان تاعك، زيدي تخدي الموس هادوك في الباذنجان تاعك. ومن بعد تحكميه، تحكمي بيان الموس من التحت باش تضربيه في الموس. فوالا دي روندات شرائح هكدا ميلحقوش حتى لتحت. فوالا زيدي هكدا قد ما تدنى يدنى معاك. فوالا فوالا عاودي ديريهم هكدا كيما يقدرش يعاود يردهم من اللور. وديري هكدا هاهي باش يقيس في الموس باش ما نحلش وين ما لازمش نحل. وتجيك هاهي يجوك هاوليك محلولين. شوفي هكدا هدا نسحقهم. انا درت زوج، زوج حبات ديجا نشوفهم عندي غير زوج حبات. هاديك وجدت ديجا الحبة الأولى والدوزيام درتها معكم. واش فيهم هادو البدنجان؟ فيهم لاستكاشي هايليك، وستكاشي فيهم البصل، والبصل فيهم التوم، والتوم درت زوج حبات طوماطيش مع درت مغرف تاع كونسونطخي. وهنايا ندير معكم المكونات. أونكومونس باغ لاستكاشي، نديرو لها بصلة هايليك قطعيها كاري ديدي هكدا. ومن بعد هاديك تحكمي التوم، نجبد برك سكرفات باش نسيدو. تحكمي تحكمي سكرفات تسكرجي هادوك التومات معاهم مع هكدا سكرجيهم بيان.
مي ربع سنينات تاع الثوم. فوالا ثلاثة هاهي الربع تاع الثوم تحكمي لي زيبيس تحكمي الجامبو سمحولي تحكمي الملح ديري الملح على تملحي تحكمي جنجنب وتحكمي فلفل الكحل اون كويير وتحكمي الكركم كومان ميم في لاصوص نعاود نولي في لاصوص تحكمي جونجون تحكمي فلفل الكحل وتحكمي الكيما الكركم فوالا كلش مغرف مغرف ومن بعد نعاود نولي هاي ديك لاصوص تاعي كيما قلت لكم زوج حبات طوماطيش مع مغرف تاع طوماطيش مصبغة مع درت لها لي زيبيس درت لكم فلفل الكحل الكركم وجنجون ودوك هاديك نملح لكم شويه هاي ليك نملح لكم ودير في عود دير الزيت ندير شويه زبده ومن بعد هنا ميلونجي نحكم لو بلاطو هاوديك نحكم لو بلاطو تاعي ندير هاديك طوماطيش كاع عيطت في لو بلاطو فوالا ومن بعد هاديك نحكم هادو الباذنجان الباذنجان نبدا نعمرهم في هادوما نخلط كاع عيطيك الثوم والبصله فلفل الكحل الملح الجنجون الكركم خلطوهم بيان دخلو بيان هادوما ما تزيدو لهم والو فوالا ما كان لا تزيدو لهم البصل باسكو ما كان لا تزيدو لهم لو ري جو ميكسكوز باسكو ماشي تاع ماشي دولما تاع لو ري فوالا واللي ما عندوش لا فياند هاشي بزاف وما يقدر بالك يعوضها جي جامي نسيتها بلو ري بصح لا حبيتو تسيوها بلو ري ماشي مشكل على حساب واش عندكم في الدار تحكمي هكذا تحكمي هذوك وين حليتي ودخلي لا فياند هاشي تاعك هكذا شوفي دخلي لا فياند هاشي وتخرجي الزيت شوفي نزيد نخدمها معكم دخلي لا فياند هاشي هكذا فوالا وتقعد لك الزايد نتي تعرفي واش راكي تعمري الداخل فوالا ومن بعد تزيدي تحكمي الحبه الاخرى تزيدي تعمريها ها هي هايديك تعمريها بيان حتى لتحت شوفي باسكو راهي محلوله حتى لتحت وانتي تحلي وتمشي هكذا مع لا فيوند هاشي تاعك تشد روحها وتاخذ لا فورم تاع هذاك الباذنجان فوالا تاخذ لك لا فورم تاع الباذنجان يكون عندك اضافه زايد ولا نحيه واحد يكون عنده غير شويه لا باسيونس باش يقدر يخدمهم فوالا شوفوا انا عمرتهم هاهم يتعمروا بيان ما تخافوهم ما والو شوفي يتعمروا تري تري بيان راح نديرهم في الفوق ونعاود نولي لكم هنا كيما راكم تشوفوا اللي قدمناه كاع راهو هنا كيما تاع بنتي لو كاك تاع بنتي هاوليك قدمته هي جوسبر كو فهمتوها بالبو تاع الياغوت دارت كاع المقادير في هذاك البو ما دارتش السكر باسكو ما فوازين مريضه مسكينه بالسكر على بها ما دارتش بنتي السكر وهنايا هاوليك الباذنجان محشي بالفياند هاشي نقسمو معكم هاوليك كيفاش يجي دونك فاش يجي مازال سخون ها هي تجي اون غوندير هكذا ها هي ديك بلا فيون تاعشي تجي ما شاء الله مازال سخون ومن بعد تحكمي لاصوص روج كيف قلت لكم اكومباني لاصوص روج وديري فوقها لاصوص روج هكذا فوالا هكذا وشهية طيبة اللي يحب ياكل
اكومبانيتها بالسلطه قطعت هذه دي عندي كونكومبر عندي طومات عندي مايس عندي البيض وعندي وهنا يا هاوليك لي ديسير تاعي هاوليك ديسير تاعي قلت لكم درت لكم هنايا باش تشوفوه على بيه درته في ترونسبارون ودرت في الصغار تاني ما تشوفوش هنايا وكم الكبير هنا نوريكم كيفاش يجي شحال بارد شغل فوالا وترفتيه هكذا شغل الفلون ونزيد نقسم لكم لو كاك تاع ما في نقسم لكم اون ترونش فوالا اللي يعجبها الفيديو ان شاء الله ديروا لي جيم وكتبوا لي لي كومونتير باش نقراهم ونقول لكم يبقى على خير ونتلاقاو في ساعه الخير.